السلام عليكم. طلبتي أعزائي في قسم علوم الحياة جامعة بغداد، في محاضرتنا السابقة تكلمت عن موضوع الـ if statement، وكان المثال هو عن الـ traffic light وعن الألوان. يعني فقط كنا نتعامل بالتكست مو بالأرقام، يعني كان لون أحمر يقول لي توقف، لون أخضر يقول لي go، أو لون أصفر كان يقول لي انتبه. في هاي المحاضرة راح نعطي أمثلة بأرقام. هاي المحاضرة طبعا أنا شرحت لكم إياها بالمختبر في وقتها، وطلبت من عندكم أن تطبقوها بالمختبر، واللي ما صار المجال كان المفروض يطبقها بالبيت اللي عنده حاسبة. اللي يهمني أنه هذا الجدول أعتقد واضح، أنه 7 مواد: عربي، إنجليزي، بيولوجي، رياضيات، فيزياء، كيمياء. هاي المواد بدنا نحسب لها أفريج، وعندي مجموعة من الطلاب، هذا أول شيء أحمد بعدين زيد، ونفترض أنه المجموعة كبيرة من الطلاب. اللي يهمني أنه الجدول هذا من تكون بدرجة رسوب، على سبيل المثال هنا 8، راح من خلال الـ Condition Formatting راح يخلي ليها لونها أحمر، وما يحسب لي الأفرج بعدين. هاي إن شاء الله نتكلم عنها بالمحاضرات المقبلة عفواً. وأيضا من أدخل درجة بالسالب يقول لي ترى هذا خارج النطاق المسموح، أو إذا دخلت درجة أكثر من 100 أيضا يقول لي هذا خارج النطاق المسموح، يعني حتى لو هاي شلت السالب فأيضا راح ينبهني. وأكيد هذا أيضا بالconditional formatting راح أميزه. شلون هذا أسوي؟ هذا أقدر أسويه من خلال سيلكت الدرجات اللي أريدها، وأروح على Conditional Formatting، وإذا كنت أريد أكثر من 100 أنا عندي Greater Than Highlight Sales Rules Greater Than، وأحدد إذا كان Greater Than شنو أكتب 100. عند هاي الحالة راح يصير لونه هذا الشكل. وكذلك أكو طريقة بالنسبة للأرقام اللي بالسالب مثل هذا 66 أيضا، طبعا أنا أسوي سلكت لكل درجات الطلبة، إذا كان عندي 20 طالب كل درجات الطلبة، وأروح على Conditional Formatting على Sales Rules، وأروح على Less Than أقل من، فهنا أقل من قد اللي بالسالب أكيد أقل من 0، أكتب 0، وعد هاي الحالة راح يخلي لي كل رقم من الأرقام إذا كان أكبر من 100 أو أقل من 0 بهذا الشكل. أما درجات الرسوب مثلا هاي الدرجة أسويها درجة رسوب بس الرقم يصير أحمر. شلون هذا الشيء أسوي؟ هذا أيضا شرحته بالمحاضرات السابقة. أسوي سلكت لكل الخلايا، طبعا هنا نسوي بس مجرد دا أوضح لكم شلون أسوي. أختار Highlight Sales Rules وأقول Equal to، عفوا مو Equal to، Between. درجات الرسوب راح تكون بين شنو شنو؟ بين 0 و 5، عفوا 49. ومن فورمات ويف راح اجي كوستم فورمات، يعني اتحكم بالفورمات مالتي. مثلا اختار اللون الاحمر للفونت، بعدين اجي بالفول ما اخلي يكون لونه وردي، وإنما أخليه not full. بهاي الحالة من يقول لي أوكي راح شي يسوي، أي طبعا مسوي لايك، ما راح أسوي، راح أخليه بس التكست لونه أحمر. اللي يهمني هسه نتكلم عن الـ if وناخذ مثال. إذا هاي طبعا كانت درجة مثلا 50 صار تقدير بي، إذا هاي كانت بحدود 60 ومثلا هاي كانت 56 صار تقدير سي. هاي طبعا اللي يسويها أكيد إلى زيادة أكثر مما يتوقعها، يعني يكون جدول ذكي بحيث يقدر يعرف التقدير مع الطالب، ويقدر يعرف out of range إذا كانت درجات أكبر من 100 وأقل من 0، وبنفس الوقت يعني اللي يقدر يسوي جدول ذكي مثل هذا قبل ما أوصل ما أني أشرح بالمحاضرات القادمة. زين،
هسه نجي لو افترضنا انه هاي 100 وهاي كانت 90 وهاي كانت 80، هاي يصير تقدير اي طالب. اللي يهمني حسوي شرط فقط على هالرقم، لو جيت وحطيت يساوي وخليت اف ستيتمنت، اذا كانت هاي الدرجة شبيهة هاي الدرجة، اذا كانت اكبر او تساوي 50، عد هاي الحالة طلع لي عبارة نصية شو تقول، مختصر لكلمة success. ف سوي لي اياها بهالشكل. اذا سديت القوس لحد هنا راح يطبق فقط اذا كانت اكبر. اذا احنا نريد الحالة الاخرى فنحط else عدا هاي الحالة، فراح نكتب فارزة، ايضا نحتاج كوتيشن لانه عبارة نصية، فاكتب fail رسوب. اذا كانت الدرجة مو اكبر او تساوي 50 فهي اكيد مو سكسس، فنروح على الايلس اللي هي fail، سد القوس طي انتر. الدرجة هاي اكيد هي 90، احنا نتكلم عن ال E4، ال E4 اللي هي هاي. زين لو هاي كانت 49 راح يقول fail، لو هاي كانت 20 تبقى fail، 73 success، 10 fail. اي درجة نجاح راح تكون success. هذا الشرط ده يتعامل مع text، يعني يتعامل مع رقم لكن النتيجة يا اما success يا اما fail. هذا الشرط بامكان مو بالضرورة اتعامل مع اكبر يساوي، اقدر اقول اذا كانت اكبر، لكن في هاي الحالة اكبر من شنو؟ اكيد مو اكبر من 50، اكبر من 49. هذا نفس الحال، اي درجة اكبر من 49 فهي درجة نجاح، لو باوع سكسس، بينما اذا هنا احط 49 راح يكون فيل. نرجعها مثل ما كانت. اني هذا مو هو اللي يهمني، اللي يهمني شلون اعرف حاليا في هاي المحاضرة، اللي يهمني كم درجة واقع هذا الطالب. هذا الطالب احمد ما واقع بولا مادة، صفر. أما الطالب زيد واقع بكم مادة؟ بثلاثة. لو افترضنا إنه هاي كانت درجة نجاح، الثلاثة هاي المفروض شو تصير؟ 2، تعطي 50 انتر، صارت 2. زين شو نسوي؟ أنا عندي خلايا حقيقة خافيها، رايت كليك أن هايد وأعيد كتابتها أمامكم وكلير كونتينتس. هسه أجي أكتب يساوي وأحط إف وافتح قوس. اول خليه هنا بالنسبه للمادة العربي الطالب احمد هي بالدي 4، فاكتب عفوا بدل ما اكتب اختارها. وهاي ايش بيها الدي 4؟ اذا كانت انا بدي اعرف اذا كانت راسبه، اذا كانت اقل، اذا كانت اقل من شقد، اذا كانت اقل من 50، عد هاي الحاله ضيف لي واحد، اذا لا فقيت صفر. ممكن أن أتجاهل الصفر لكن أنا أخليه حتى ما أخطأ، يعني إذا لم يكن واحد فهو صفر. ست قوس إنتر. المية هي درجة نجاح فبالتالي بقى صفر. زين لو أجي أجور هاي 2 3 4 5 6 على عدد المواد، لأن يعني المواد عندي هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 مواد. زين هسه هاي كل المواد صفر، يعني لو كانت هاي 90 9 انتر، شوفوا هذا صار 1. لو كانت هاي 80 مثلا 8، هاي ايضا صارت 1. شوفوا هاي قبل الاخير، اللي هي هاي قبل الاخير، اللي هي هاي هذا الرقم يمثل مادة الفيزياء، اما هذا الرقم يمثل مادة الانجليزي. فالنتيجة انه هذا الطالب واقع بمادتين. ايش دا يصير؟ كل ما هنالك العمود S دا يسوي لي summation من أول مادة لحد آخر وحدة، يعني من أول معادلة نهايتها. يعني لو أجد هو دبل كليك أباوع سم المن من ال L4 إلى حد ال Q4، كل ذني الصفار والواحدات يتشيك لي كم مادة واقع بها هذا الطالب. يعني لو ضفنا مثلا هاي المادة كان ماخذ مثلا 17 فصار واقع بثلاث مواد،
طيب زين، بالنسبة للطالب زيد نفس الشيء، بس مجرد أسوي سلكت الهاي وأختار هذني وأنزله، حسب لي إنه هذا الطالب واقع بمادتين اللي هي الـ17 و السالب ستوستي. طبعا السالب ستوستي في الرقم غير منطقي، لذلك كاتب لي out of average of range وحاط لي داش للافريج محاسبه، وحتى تقدير الطالب حاط لي داش. زين، اللي يهمني بالنسبه للحاله الاولى مع الطالب احمد، يعني هنا كم ماده واقع هو؟ 3. 1 2 3، يعني هاي لو كانت 87 صار واقع بشقد؟ باثنين. لو كانت هاي 90 صار شقد واقع؟ بمادة واحدة هذا الطالب. زين، هاي لو كانت 50 فهذا الطالب أحمد واقع ناجح عفوا بكل اللي صفر من المواد المجموع مادة. زين، سلكت هذني ما احتاجهن، يعني ما احتاج اظهرهن اذا اريد اسوي جدول ذكي يحسب هاي، سوي على جدول هنا من اغير الدرجة رأسا يحسب لي التقدير دي غيره. هذا ان شاء الله بالمحاضرة القادمة، او يكون واجب وعليه تقدير اكيد اللي يحله لزيادة اكثر مما يتوقع. اللي يهمني في هاي المحاضرة فهمتوا الاف ايش دي يسوي، شلون استثمرت الشرط البسيط هذا بالبداية تعلمته واللي قبل تعلمته عليه بالموضوع الترافيك لايت، شلون هسه سويناه بدل ان نسوي اكبر استعملنا الاقل وخلينا وحدات وصفارة مثل ما شفتوا بالأرقام المخفية هنا، وقدرنا من خلالها نجمع الأصفار والواحدات حتى نعرف هذا الطالب كم مادة واقع. يعني هاي إذا كانت 15 فهذا الطالب بدل 2 راح يكون واقع، عفوا مو 51، 15 فأكيد راح يكون واقع بتلف مواد. أتمنى إنه الشرح كان واضح، و تشوف لازم تشوفون المحاضرة السابقة أو المحاضرات الثلاثة السابقة حتى يكون بالنسبة لكم هاي المحاضرة واضحة، لأن يعني المحاضرة تعتمد على محاضرة، كل محاضرة هي أساس المحاضرة اللي بعدها. إذا عندكم استفسارات أنا موجود وياكم إن شاء الله لحد ما نخلص المواضيع اللي أصلا شرحيها هاي. هذا الموضوع أنا شرحه بالمحاضرة المختبر، ولكن للأسف كان حضوركم ضعيف في وقتها، لذلك أنا حبيت أن أعيد هذا الموضوع المهم جدا وراح يجي أكيد عليه أسئلة. تحياتي للجميع، كان معكم سيف بشير.